قد ينسى الناس ما نقول وقد ينسى الناس ما نفعل. يعني هذا الطفل هيجي، هذا طفل يغوط بعد ما يطلع. لكنهم لا ينسون أن السكوت عن حقوقهم يكون فادحا وصعب. زين عايشين على الله وعلى الراد، زين الجيل يعني إذا يقولوا لنا روح اسرقوا عالم قاعدة بديه. والله العظيم هسه واحد واحد كل جملة بجملة بجملة يصف العراق. أبتدور اغتصبت، شلون ما اسميها نازحين؟ اغتصبت، راحوا غيروا بالعقارات، راحوا غيروا بالطابو، راحوا غيروا بالسندات. من هنا ندرك أهمية أن نتابع نتائج ما ننقله عبر حوار معقول بين الناس والحكومة.